صح. يعني ممكن العامل يجي يقول لي مثلا حاجه في الفريق او شاف حاجه في الماتش مثلا وهو بعيد خالص، بس هو بثقافته بيقولها لك انت بخبرتك ومهنيتك تاخد بالك منها. لازم لو واحد قررها لك تاني ولا حاجه، لا 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 لازم تقف عندها بقى. مزبوط. لان ده مش معنى كده ان في الملحوظه دي شافت مره واثنين وثلاثه فمش معنى كده ان انت صح مليار في المية. لازم تحاسب نفسك. الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا في النادي الاهلي واللي كل واحد حتى في جمهور النادي الاهلي يعلمها تماما، دي القايمه بتاعت ده جيرالدو اللي قبل الاخير ده. تمام كويس. دي جاي من الاتحاد الافريقي. دي القايمه الافريقيه. اتفضل. ده عشان خبر اتقال يعني. ايوه. فعايز اقول بس حاجه المهمه قوي، اي الحاجه الحلوه قوي اللي بيتعلمها كله صغير وكبير في النادي الاهلي، كل واحد شغال في النادي الاهلي او لعيب النادي الاهلي او واحد من جمهور النادي الاهلي، ان الكبر على اهل الكبر صدقه. اي حد مغرور مهما كان اسمه ومهما كانت درجته هيتغر عليا، لا ده انا هتغر عليك عشان ده صدقه. تمام. ما تبقاش انت جاي بتعاملني او بتتكلم معايا من فوق، انت بتتكلم على اكبر راس اللي هو الاهلي يعني. تمام. اكبر راس في افريقيا، ما ينفعش تتكلم معاه كده، ما ينفعش طريقتك في الكلام تبقى كده. اوعى تفتكر في يوم من الايام ان احنا هنروح لك، ده انت تبقى بتحلم. لا اصغر واحد كتب الف كتاب كيف تكون فاشلا، انت بتالف الكتاب ده، انا مالي انا في سكتي، انا في طريقي. فالاهلي التعامل معاه لازم يكون بحرص شديد قوي. لكن هتلاقينا بقى هتلاقي الاهلي ده بينزل لاصغر نادي يتكلم معاه وياخده في ايديه ويتكلم معاه ويحترمه ويقدره بلعيبه. مظبوط ولا لا؟ صراحه يعني كابتن سيد بعد لازم تتصدر. لا يعني قصدي ان هو احنا المنافسين خلاص. لا انت بتتكلم دايما بسلوكك ومبادئك. لكن واحد بيتكلم معايا من فوق، واحد بيتكلم معايا بكبر، انت المفروض اقول لك ايه؟ اقول لك على عيني وراسي لا يمكن ده يحصل، لا يمكن هيحصل. لكن لو في نادي مثلا لسه طالع ممتاز السنه دي، او نادي درجه ثانيه، او نادي درجه ثالثه، او حتى مركز شباب، شوف التعامل بتاع الاهلي هيبقى معاه عامل ازاي. تعامل في منتهى الرقي طبعا. يعني شيتوس هو بيتكلم بيقول ممكن في ناس يكون يتعلم منها، احنا كمان ممكن نتعلم من الاصغر مننا. يعني ممكن يجي لي واحد عنده 17 18 سنه بس فكر عالي جدا. ما ينفعش ان انت تقول له يا ابني انت مين انت وايه خبراتك في الكوره. لا طبعا اسمعه الاول، ممكن يبقى عنده حاجه عاليه جدا، ممكن يبقى سابق عصره او فكره، ممكن يبقى انت محتاج تتعلم. مش معنى ان انا بتعلم من واحد لازم بالضروره يكون اكبر مني. صحيح. مش لازم يبقى عدى 60 سنه 70 سنه عشان اتعلم من خبراته. في واحد مواقفه كتير جدا رغم صغر سنه. صح. واحد عقله كبير جدا رغم صغر سنه. كل ده في النادي الاهلي يا كابتن زيزو. طيب ملخص ليه؟